صباح الخير مجدا. هللويا. لما انا اقول مجدا انت تقولوا ايه؟ هللويا. لما قلت انا هللويا تقولوا مجدا لابويا. بين ساعات يقولوا مجدا هللويا هللويا مجدا. امين. خلينا في بداية اجتماعنا النهارده الصبح ننحني امام الرب بس نطلب كلمه صلاه ان الرب يبارك الاجتماع النهارده. يا رب بنشكرك, بنبارك اسمك يا رب لانك انت ملك الملوك ورب الارباب. نشكرك لانك انت حاضر في الوسط. نشكرك يا رب لانك اله صالح والى الابد رحمتك. نطلب يا رب انك تسود علينا يا رب, تملى حضورك في وسطنا. عايزينك يا رب تتمجد في وسطنا النهارده واحنا بنرنم لك واحنا يا رب بنسبحك انك فعلا اسمك يترفع عالي فوق في وسطينا. نشكرك لانك انت حاضر, لانك انت بتسمع وتستجيب. ليك المجد. آمين آمين. خلينا نرنم مع بعض. أنت مليكنا, أنت مليكنا, سود علينا الآن ولتملأ المكان. كم واحد يعرف ترنيمة دي؟ كلنا نعرف ترنيمة دي. خلينا نقف مع بعض ونرنم. أنت مليكنا, أنت مليكنا. مت بدالي وشايل كل أحلامي في السماء تشفع فيا. عمري ضاع واشتريته, قلبي تاه وهو عمل إيه؟ ولقاه وفتح لي عناية. يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك. وإحنا بنرنم ترنيمة دي فعلا فكر في كلمات عمل كم صنع معانا وإحنا بنعمل إيه ليه علشان العمل معانا. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا قلبي يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك يا حمل مذبوح. يلي مت بدالي وشايل كل احمالي في السماء بتشفع فيا. عمر
رضا واشتريته انبيته ولقيته فتح لي العينيا. مرة تانية. يلي مت بدلي وشايل كل احمالي في السماء بتشفع فيا. عمري ضاع واشتريته. عمري ضاع واشتريته انبيته ولقيته فتح لي العينيا. والبهاء لك علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مدفوع عني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مدفوع عني. الأول تاني. يلي مت بدالي. يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع. عمري ضاع واشتريته. عمري ضاع واشتريته. قلبي تاه ولقيته وفتحت لعنيا. يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء بتشفع فيا. عمري ضاع واشتريته. قلبي تاه ولقيته وفتح لعنيا. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مذبوح عني. ليك المجد. ليك المجد والكرامة والبهاء. ليك علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. ليك المجد. وليك المجد والكرامة والبهاء. ليك علامة سلطانك بيحرر. ليك القوة والجلال. ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مدفوح عني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك. يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مدفوح عني. يا رب بنشكرك لأنك أنت حمل المذبوح عن خطايانا. نشكرك من أجل الدم المسفوك من أجلنا يا رب. ليك المجد يا رب والكرامة. بنسبح اسمك ونعليك النهاردة الصبح. آمين. فضلوا استريحوا. يا حمل مذبوح عني. صباح الخير. قلبي بيسجد ليك يا حمل مذبوح عني. وإحنا عمالنا بندرس هلا الفترة هاي عن الحمل المذبوح عنا في الحمل الخروف المذبوح في سفر الرؤيا. وقديش مستمتعين بصفاته المشتركة ما بين خروف وأسد في نفس الوقت.
الخروف المذبوح والأسد الغالب. أمين. صباح الخير. مين تصبح بوجه ربنا هالصباح؟ طيب صباح الخير. اليوم إذا حد بيفتح لي بس الوعظة، اليوم رح مقطعنا رح نتكلم فيه من أمثال 6 من 6 إلى 10، مقطع مشهور كتير. تعال نشوف شو بيقول. بيقول: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للرقود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغازي. يأتي فقرك كساع وعوزك كغازي. الكتاب المقدس والخليقة كلها عم تخبرنا عن عظمة الله. كل الخليقة الموجودة هاي قدامنا عم توعظلنا عن عظمة الله ومجده وجلاله. أمين. فالله استخدم مرات كتير أشياء من خليقته ليوصل لنا رسالة. استخدم مثلا في أشعياء، استخدم قال لهم: الثور يعرف قانيه والحمار ما عرف صاحبه، شعبي لا يعرفني. استخدم قال مثلا استخدم الديك في الأناجيل ليعطي دلالة لبطرس إنه رح تنكرني قبل أن يصيح الديك 3 مرات، وصاح الديك كل ما صاح. صح. استخدم إيش كمان استخدم؟ استخدم حمار بلعام لينبه بلعام إنه في ملاك واقف. استخدم أشياء حتى في سفر الأمثال بتلاقي بيستخدم الوبار وبيستخدم مملكة الحيوان ومملكة الحشرات ليوصل لنا أفكار، ليوصل لنا أفكار عن هو كيف بيفكر، هو شو بحب. أمين. اليوم بدنا نحكي رسالة لكل واحد فينا. كل واحد فينا بتجي فترة بيكون حاسس نفسه فيها كيرلس، كسلان، مش قادر يعمل شيء. صح. توصل فينا فترات هيك مرات. اذا اليوم الوعظه ما حسيت فيها، انا بوعظها عشاني انا، عني انا. فاليوم انا الوحيد اللي مستفيد من هذه الوعظه، وانا الحقيقه استفدت جدا. الاسبوع الماضي قضيت تقريبا ما لا يقل عن 8 ساعات على خلال 3 ايام وانا بتفرج على ناشونال جيوغرافي في اليوتيوب على النمل، وبقرا عن النمل. مشكلة وأنا بقرأ عن النمل، سهير، صوت سهير تحت بتصرخ علي: شو في يا سهير؟ النمل معبي البيت، اتصل في شركة ABC خلي ميش. اتصلنا في شركة ABC وقعدت أراقب فيه وهو عم بيطلع بيقتل في النملات اللي أنا عم بدرس عنهم، واللي الله وضعهم في الخليقة ليعلمنا شيء. بتعرف أنه في، أعطيك شوية حقائق. ليش أنا بدي أحكي عن النمل؟ لأنه في وصية في إصحاح 6 بيقول: تأمل طرقها وكن حكيما. أنا سميت الوعظة تأمل طرقها وكن حكيما. رح نتأمل في شغلتين في النمل. بس قبل هيك، تعرف أنه في 11,000 نوع نمل في العالم؟ 11,000 نوع نمل في العالم. بيبنوا الكولونيز تاعتهم، المستعمرات تاعتهم بيبنوها، ممكن فيها يكون من عدة مئات، وفي بعض المستعمرات توصل لعشرين مليون وأكثر في المستعمرة الواحدة. العلماء مش عارف كيف حسبوها، عدوهم نمل نملة ولا لا، مش فاهم كيف، بس أكيد شاطرين، هنثق فيهم. بقول لك في عندك واحد، أنا هذا الرقم جديد علي، عمري ما سمعت فيه، كوادريليون. عمرك سمعت في الرقم كوادريليون؟ احنا بقى أنا بعرف المليون والتريليون، البليون والتريليون، شو الكوادريليون يمكن اللي بعدهم هذا أو بعديه بقى. في عندك تقريبا 1 كوادريليون نملة في العالم. بقول لك إذا بس في أفريقيا بس في الأمازون وفي أفريقيا، إذا جمعوا النمل كلياته بيطلع وزنه أكتر من كل مملكة الحيوان بالطيور بالزواحف بالثدييات اللي في كل أفريقيا. تخيل النمل بس في أفريقيا
يعني عدد هائل ووزن هائل. أكيد يعني أكيد يعني هالمخلوقات الرائعة مش موجودة عبثا، والدليل إنه الله استخدمها ليعلمنا شيء. أمين. طيب تعالوا هلا نشوف مع بعض شو بدنا نتعلم. بيقول تأمل طرقها وكن حكيما. بدنا نتأمل في طرق النملة، في شغلتين بس، طرق النملة في عملها، وطرق النملة في حكمتها. تأمل في شغلتين معاي. انتو تحبوا تتعلموا عن النمل شوية شغلات؟ اكيد زنبكم على جنبكم، انتو اللي قلتوا. نتأمل في طرق النملة في عملها. اول شيء طرق النملة في عملها، النملة تعمل بشراكة مع الآخرين، ما بتهاوشوا. شو يعني؟ عندهم جو من الألفة والمحبة بينهم، تفاهم. احنا بنسميه محبة، هم يمكن ما بيعرفوا كلمة محبة، بس في بينهم تفاهم، في ألفة، بتواصلوا مع بعض بألفة ومحبة. عندهم فيش حدا بيهاوش على التاني، فيش حدا بيدعس على التاني علشان يوصل اللي بده إياه، ما عندهم هذا الجو. بيشتركوا مع بعض في كل إشي. كتاب عم بطلب إنا نعمل هيك زيهم. طلع شو بقولنا الرب يسوع من فمه، بقول وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. هذا الجديد في الوصية يا جماعة. الجديد في الوصية إنه مش تحبوا بعض، مش تحب قريبك كنفسك، لا، تحب قريبك كما أنا أحببتك. شو يعني؟ أسلم نفسه من أجلنا، تقدم نفسك من أجل إخوتك. أن تحبوا أنتم أيضا بعضكم بعضا، وبهذا يعرف العالم أنكم تلاميذ إن كان لكم حب بعضكم لبعض. في تعاون، في ألفة. شغلة تانية، في مساعدة، في يعني النملة helpful للتانية. كيف يعني؟ بيحملوا أحمال بعض. يعني إذا بتشوفت نملة ماسكة ورقة وماشي فيها، إذا قابلتها نملة مش تقولها دبري حالك، لا، تروح تحمل معها الورقة وبتساعدها. بيساعدوا بعض، بيحملوا أحمال بعض. إذا في نمل انجرحت، صار فيها أي مشكلة أثناء الشغل، في نمل خاص بيأخذهم وبيعالج جروحاتهم، بيأخذهم لجوه، بيحملهم، بيحملوا بعض وبدوه وبدوا بعض للكولوني، ما بيسيبوا ميت. إذا في نملة واقعة في مشكلة في مكان مش قادرة تطلع، بيساعدوها، ما بيسيبوها وبيمشوا. تخيلوا، هاي أنا أول مرة بعرف هاي الشغلات عن النمل. أنا بفكر من كتر عددهم مش مشكلة، يعني راح واحد عندنا مليون غيره، بس بيهتموا بهالطريقة، ما بيساعدوا بعض. طلعوا كتاب شو بقولنا؟ بقول في غلاطية 6:2 بقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. شو هو ناموس المسيح؟ نهتم في بعض، ناموس المحبة. His law is love and his gospel is peace. هذا ناموس المسيح. بدك تتمم من ناموس المسيح. بولس قال في ناموس الخطية عم بيجذبني وبيخدني عن ناموس المسيح في روميا 7. بدك تتمم من ناموس المسيح. اخدموا، احملوا بعضكم احمال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. النمل عم بيعلمنا هالأمور هاي. النمل كمان عنده عمل بانسجام، هارموني، بيشتغل بهارموني. شو يعني؟ قصدي اقول النمل بتعرف انه لحالها ضعيفة، بس مع بعض قوايا. خبركوا أشياء، كل واحدة فيهم بتعرف شغلها، كل واحدة فيهم بتعرف شغلها. قد ما النمل بيعرف قديش هو وحدته قوية، في بعض الكولونيز بتوصل لملايين في أفريقيا، ونمل very aggressive. لما بيمشي، لما بيكون ماشي اتجاه هدف معين أو بينتقل من كولوني لكولوني، من مكان لمكان، بيكون عرضه، عرض الخط تاعه 1 مايل. تخيل 1 مايل بكثافة ملايين، millions of ants، وهو ماشي الفيلة بتهرب، لأنه إذا هجم عليها يعني زمان كان يحكونا، حكونا مرة نكتة زمان كنا مننكت، بس طلع الموضوع حقيقي يا جماعة. بقول لك فيل كان دائما بدايق هالبيت هالنمل،
وكل ما يبنوا هالبيت بروح بدعس عليهم وبمشي، بدعس عليهم وبمشي. فرح يوم الأيام النملات قالوا خلص ما بدهاش، يعني طلعوا على شجرة واستنوا الفيل اللي إجا، وراحوا نطوا كلياتهم على رقبته للفيل. فالفيل بس عمل هيك طيرهم كلهم، ضلت واحدة معلقة بالغلط هنا في زوره. فكل النمل من تحت بقول له أحلى أنور أخونجو يا أنور أحلى أنور. طلعت هاي النكتة، بس للأسف اللي ألف النكتة جاهل في مملكة النمل. لما بيكون النمل مهاجم بده ينتقل من مكان لمكان، ما في شيء بوقف قدامه. في واحدة من الشغلات اللي شفتها، قرية كاملة من الناس هربوا، بنقلوا مكان تاني بسبب فورة النمل في هذاك الوقت. مليونز وبيقرص وبيلدغ وبيسمم، صعب، ما حدا بوقف قدامه. نمل بس ما حدا بوقف قدامه لما يكون مع بعض في انسجام وهارموني. قوة الكنيسة الأولى طلعت من هذا المبدأ، الوحدة. عددهم كان قليل، كانوا زي النمل في عيون الناس. كان نيرون وترتليان الإمبراطورين هدول اللي عجبوا وفزعوا في الكنيسة، كان ممكن يدوسوهم بإجريهم، يحرقوهم، يعلقوا أجسادهم، تنير نيرون ينير الشوارع بأجسادهم، ترتليان ينفي الناس ويقتلهم، ما تفرق معاه. لكن لأنهم ظلوا متحدين وصلت البشارة للعالم كله، لأنه دؤوبين في العمل. شغلة تانية، شوفوا شو بقول، بدي أقول لكم هون حكاية عن النمل، إشي كتير كتير حلو. شوف شو بقول لكم هون عن النمل، بقول لك هدول النملات ما بيقدروا يبنوا كاثيدرال، بس بيقدروا يبنوا مملكة نمل. ليش؟ لأنه تصميمهم هيك، تصميمهم بمنعهم إنهم يبنوا كاثيدرال، بس تصميمهم بسمح لهم إنهم هم يبنوا مملكة نمل. هيك الله عاملهم ديزاين، وعملنا لكل واحد ديزاين هيك على فكرة. إحنا خليقته، إحنا نحدث عنه، مش خلقنا عصورته مثاله؟ إحنا نحدث عنه، شئنا أم أبينا، اعترفنا بوجوده ولا ما اعترفنا بوجوده، حياتنا وأفكارنا وخلاقيتنا نخبر عن خالق أبدعنا وأوجدنا بهذه الصورة لكي نخبر كم هو عظيم. شوفوا ده أقولكم، بس الله بيطلب منك تعمل بس بحسب الديزاين اللي عمل لك إياه، بالأبيليتيز اللي أعطاك إياه. أنت أختي وأخوي، أنت وأنتي مصمم بطريقة فيرفولي، بطريقة جميلة، بطريقة مميزة، ما في حدا بيشبهك. وحطك في هالمكان، في محيط سكنك، وحطك بين هالجماعة لتكون شخص مفيد، لتكون شخص فاعل، لتكون شخص عامل، لتكون شخص بركة وتدل عليه بحياتك وبعملك. أمين. شوفوا شو بقول هون، بقول معلش قراءة طويلة شوي، في كورنثوس، في روميا 12 من 6 ل 8. طلع شو بقول، ولأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، مسيحيين ولا مسلمين، شو ما كنا، شو كانت ملتك، إذا أنت عرفت المسيح كنا صرنا واحد. عبيدنا أحرار وجميعنا سقينا روحا واحدا، فإن الجسد أيضا ليس عضو واحد بل أعضاء كثيرة، برغم أنه جسد واحد لكنه أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ يعني كل واحد بده يأخذ دور الثاني، كل واحد. أنت عندك تصميم معين الله صممك لإله لتعمله، وفريد، يونيك. لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد، ولكن لو كان جميعنا عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة إلي، لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى الأعضاء، أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، حتى الزايد الدودية
هي ضرورية. وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. شغلة مهمة حاب أحكي لكم إياها، أنا وجدتها اكتشفتها في مملكة النمل، مهمة جدا. تعرف شو هي؟ معظم العاملين في مملكة النمل اللي بيشتغلوا الشغل الأكبر واللي بيحركوا المملكة فيميلز، وهذه حقيقة في كنايسنا على فكرة. شيل الأخوات من عنا من الكنيسة، we are in a big trouble، صدقوني we are in a big trouble. بدنا نتحرك كرجال، بدنا نتحرك كرجال، يعني to take a swing for Jesus زي ما بقوله. نبدأ نتحرك. تخيلوا مملكة النمل العاملين فيها صح هم مين؟ الستات. شغلة تانية، شوفوا شو بقول هون في كورنثوس الأولى 1:10، بقول لكنني أطلب إليكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم شقاقات، بل يكونوا الجميع إيش؟ واحد. النمل كمان بيمشي بيشتغل، النمل كمان بيمشي في وحدة هدف. شو يعني؟ شو قصدي وحدة هدف؟ شو قصدي في وحدة الهدف؟ عندهم الهدف تاعهم مركز على بناء المملكة، إطعام المملكة، وحماية الملكة. عندهم هدف، ماشيين بهدف، عندهم وحدة هدف. طلعوا، إحنا كمؤمنين شو فكرك هدفنا؟ هدفنا إنه مجد الله ينير على الأرض، مجد الله يرى من خلالنا، من خلال حياتنا، من خلال كلامنا. هدفنا في النهاية إنه الجميع يعرف، to make Jesus famous، إن المسيح الجميع يعرف المسيح من هو، من خلال كلامك، حياتك، تصرفاتك، مبادئك، مواقفك في الحياة. هدفنا أنه مجد الله يظهر للناس، عشان الناس مش شايفة مجد الله، أخفي مجد الله عنهم، لأنهم أبذلوا مجد الله بالحمقات. أنت موجود لتبدي مجد الله في الأرض. طلعوا، هذا هدفنا. طلعوا شو بقول؟ فإن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله، فافعلوا كل شيء لمجد الله. مملكة النمل كمان عندها هدف تاني في عملها. النملة ما بتعرف إلا أنها تكون منجزة أو منتجة، ما بتعرف تقعد ما تعمل ولا شيء، لازم تكون منتجة، لازم تنتج في شغلها، تكون إفكتيف، منجزة. أول شيء بنعرفه خدمتها تطوعية، يعني ما حدا بيقولها شو تعمل، رغم هيك بتشتغل. خدمتها تطوعية. بقول لك في هون معلومة عن حياة النمل. بقول لك في آلاف ومئات الآلاف تكون في الكولوني الواحدة بتشتغل، كل واحدة من غير ما تتدخل في شغل الثانية. كل واحد بيشتغل لحاله، كل واحد بيشتغلوا كلهم باتجاه هدف واحد، ودائما منتجين من غير ما حدا يقولهم وين يروح وين يجي. الكتاب هلا قرأنا، لا فيش إلها، يعني هاي المعلومات اللي بقرأ لكم إياها هذه آخر ما توصل إله علم الحشرات. الكتاب عم بيعلن فيها من سفر الأمثال من آلاف السنين، ليس لها قائد ولا عريف ولا متسلط. بالرغم من هيك بتعمل خدمة تطوعية، بتعمل خدمة تطوعية. شوفوا معي يعقوب شو بقول. بقول فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له.
شغلة تانية كمان بحب أحكيها عن النمل. أنا اتعلمت شغلات كتير. النمل ما عنده لا قائد ولا عريف ولا عنده أي شيء اللي حفزه إنه يشتغل، لكن بالرغم من هيك ما بيقدر يوقف ما يشتغل. كنايس الأيام هاي فيها أسس، فيها معلمين، فيها رعاة، فيها خدام، شو بدك، فيها كتاب مقدس، فيها الروح القدس، وبرضو بتلاقي في بعض الناس not interested إنهم يخدموا ويقدموا شيء للرب. بالرغم من كل الإمكانيات عنا، والنمل ما عنده هاي الإمكانيات، لكن برغم من هيك عم بيشتغل، مش عم بيستنى حدا يدفش ويقول له اشتغل، عم بيشتغل لحاله. شغلة تانية كمان، النملة اللي في إنتاجيتها بتعمل بترتيب بقدر إمكانيتها، يعني عندهم ترتيب وتقسيم. في عندهم ستور كيبرز اللي هم بياخدوا من اللي بيكونوا واقفين على الباب. تعرفوا بيت النمل، في واحد عمل تجربة حلوة، جاء شاف بيت نمل كبير، تلة هيك كبيرة شكلها فاير أنس ولا مش عارف شو هي، فدار فيها كأنه سيلفر أو رصاص، دار فيها رصاص كلياتها قبل ما امتلت، وبعدين سابها لتنشف وشال التراب عنها وكسرها ورجعنا. كان نفسي أجيب لكم الصورة. وشكل المملكة طبعا هي هالقد، يعني تقريبا قد إجر بني آدم طولها لتحت ديب، وفيها مداخل ومخارج، يعني مملكة، طرقات وشوارع ومخازن، إشي مفتوح على بعض وإشي مسكر وإشي إشي إشي بعقد إنجينيرينج، يعني هندسي بطريقة عجيبة جدا. في نملات بيكونوا بيشتغلوا هذا الشغل، مهندسين مصممين مخلوقين بهالطريقة، مهندس هو اللي بيحفر وبيبنوا هاي الزواريب كلها. في نملات بيكونوا ستور كيبرز، واقفين على هالمخازن، أول ما تنزل النملة هم بياخدوا منها الحبة ولا بياخدوا منها الأكل وبروحوا بحطوه في مكان معين، مخازن هم بيحرسوه. في نملات تانية اللي هي الليبرز، الليبرر اللي هم بيطلعوا بيجيبوا الأكل من برا وبيجوا. في نيرسينج عندهم. تخيلوا هالحقائق، أنا أذهلتني. وكل واحدة ولدت ما حدا قالها روح اعملي هيك، اكتشفت هذا الحكي فيها وراحت بالغريزة اللي خلقها فيها ربنا، اشتغلت شغلها على طول. واحدة من عملها عجيب جدا، بسموها هاني بوت أنت. سمعتوا عن هاني بوت أنت؟ في أفريقيا بكلوهم هدول. ما كنت حابة أعرفكم، خاصة هلا بدكم تتغدوا بعدين، كل كان ورجيتكم يعني فيديوهات. الهاني بوت أنت هي نملة بتروح بتوكل من النكتار، من الرحيق تاع الأزهار والسكر والأشياء هاي، بدلها توكل لتنفزر. على فكرة النمل ما بيشبع، حابة أقولكم النمل ما عنده حس الشبع، دائما مدفوع بالهنجر. فضلها توكل 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 لما بتصير زي البالون. لو تشوفوا شكلها القدة زي حبة العنب بتصير من ورا، وهي راسها صغير. ضلها توكل 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 وبتروح بتعلق حالها بسقف من تحت، بسقف مغارة هيك من جوا. لما الأكل بيخلص عندهم شو فكركم بتسوي؟ بكلوها. النملات التانين بتحط حالها لإلهم عشان يكلوها، يمص العصير منها، وبس تخلص بتموت. واو، blessing to all. في أفريقيا بدوروا عليهم بطلوهم بيأكلوهم هيك طعمه، بقول لك very sweet. لازم جيب لكم مرة تجربون عشان تتأكدوا، بس درس عملي. ورجونا كيف بيأكلوهم، يعني حط في تمه وقال لك واو روعة very sweet. تخيلوا في بعدين كل واحدة بتشتغل قد حجمها. مثلا الكبار بيكونوا كبار soldiers، الوسط عمال، والصغار بيهتموا في اليرقات جوا المملكة. أسمين حالهم، عارفين كل واحد شغله، ما حدا يرتقي فوق ما ينبغي. زي ما بيخبرنا رومية 12، لا أحد يرتقي فوق ما ينبغي. شايف حجمه الطبيعي، شايف خدمته، شايف شغله، وما حدا بقول له يشتغلها لحاله، بروح يشتغلها. شو بنتعلم من هذا الموضوع؟ كل خدمة في الكنيسة مهمة. ما تشوف خدمتك صغيرة، مش خدمة المنبر هي الخدمة الأروع، لا،
ولا العزف والترنيم ولا القيادة هي الأحسن. لا، الله معطيك ملكات، أعطيك أبيليتيز معينة بده إياك بس تستخدمها شو ما كانت، ما تستصغرها. كل خدمة مهمة في نظر الله. عارفين أهم إشي في نظر الله إيش؟ أهم شيء في الخدمة في نظر الله إيش؟ أمانتك، أمانتك فيها. تذكروا الوزنات، أعطى لواحد 5 وأعطى لواحد 3. الخمسة جاب 5، إمكانياته أكبر، والثلاثة جاب 3. هل شجع الخمسة أكثر من الثلاثة؟ قال لهم 2 نعما، أنتوا 2. ليش؟ لأنه الله ما بهمه الكوانتيتي، بهمه كواليتي، نوعية خدمتك كيف بتقدمها، أمانتك فيها. الله رح يستخدمك بحسب الأبيليتي اللي حطها فيك، وظيفتك تكتشفها وتنميها. بقول بطرس، ثلاثات بطرس الثانية 3:18، بقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع. انمي في هاي الكلمة نعمة هون باليوناني معناها خارس، خارس نعمة أو منة، نعمة هدية، عطية مجانية. أعطاك الله عطية مجانية، موهبة بلت ان فيك لما خلقك. ولما تعرف المسيح، الروح القدس راح يعطيك كمان مواهب تانية بدك تكتشفها، تعرفها وتخدم فيها. أمين؟ أمين أمين. طلعوا شو بقول في رومية 12، هاي رومية 12:6، بقول ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة أو الموهبة، معناها المعطى لنا. النبوة فبالنسبة للإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الوعظ ففي الوعظ، والمعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم بسرور. شوفوا أنواع خدمات، هذه جزء من أنواع الخدمات. بس الله بيحاسب على الأمانة، ما رح يشغلك شيء أنت ما بتفهم فيه، بده يشغلك في شيء بحسب إمكانيتك، اللي زرعها فيك، اللي صممك، زي ما صمم هالنملات يبنوا بيت نمل، صممك لتعمل شيء معين وحطك في هالمجموعة هاي لأنك أنت فريد، ما حدا بيعمله أحسن منك. ما تستصغر موهبتك، ما تستصغر موهبتك، ما تستقل في عمل الله، لأنه الله عينك لهالموضوع أنت عم بتطيعه. أسألكم سؤال، شو فكركم أعظم، اسمعوا هالجملة أنا حبيتها كتير، بقول لك the greatest ability is availability. أعظم شيء ممكن تعمله إنك تكون متواجد حاضر، إنك تعمل أي شيء جاهز. تذكروا حكيت لكم هالموضوع وبدي أحكي لكم إياه كمان مرة، ليش الرب يسوع أعطى فقط يوحنا الحبيب، يوحنا الحبيب وهو على الصليب، فقط ليوحنا أعطاه امتياز إنه يدير باله على أمه المطوبة مريم العذراء. عارفين؟ بس لأنه هو الوحيد اللي كان واقف عند الصليب. He was available. He was available. لو كان بطرس يمكن أعطاه لبطرس، لأنه بطرس أكبر ومتزوج بس أعطاه ليوحنا اللي هو أصغر الرسل، لأنه كان متواجد. The greatest ability is God does not qualify, that God does not call qualified people. He qualifies whom he calls. الله لا يدعو مؤهلين ولكنه يؤهل مدعوين. أمين؟ ما تقلل من خدمتك، ما تقلل من نفسك، ما تقول أنا يمكن بهتم أني أرتب الكتب في الكنيسة، أو أني بهتم أني أوقف برا وأسلم على الناس، أنا من لجنة الترحيب بس أسلم أبتسم بوجه الناس، أو أعطيه الورقة يعبي هاي الأمور. ما تستهين بهاي الأمور، الله ممكن يستخدمها أكثر من الوعظة. النمل كمان بتعمل بشكل متواصل، متواصل. All day no pay, no promotion, no thanks, no rewards. مش مستني هاي الأمور. النمل عمرها ما بتزعل بتقولك بطل تلعب. النمل عمرها ما بتزعل. النمل ما بيعمل إضراب على حاله. الرب يسوع قال المملكة منقسمة على نفسها ما بتثبت. هدول عرفوا المبدأ،
ما بيعملوا إضراب على بعض، لأنه لما بيحصل اختلاف بينهم يمكن بيتذكروا شو الغرض تاعهم، شو الهدف تاعهم، حماية المملكة والملكة، تزويد من أجل المملكة والملكة، ما بيعملوا إضراب. حاول روح على بيت نمل وهده، ارجع عليه تاني يوم تلاقيهم بنوا نصه، كملوه ويمكن بنوه كله. ما بتعرف توقفهم، ما بتعرف توقف النمل. عشان هيك مغلبنا في البيوت، ندفع فلوس لنتخلص منه. He doesn't know how to quit. دؤوب، دؤوب في عمله. شو منتعلم منه؟ متعلم انه النمل بيعرف انه ليش بيعمل هيك، لانه عارف انه في كتير شغل لازم يخلص. طول ما في اكل لازم يضلوا يشتغل، ما بيعرف يوقف. الحصاد كثير اخوتي، ارفعوا رؤوسكم وانظروا، الحصاد قد ابيض، الحقول ابيضت، الحصاد كثير والفعلة قليلون. انت اصحى، بقول لك اصحى، قوم من نومك وانظر للنملة وتعلم منها ومن حكمتها. قصة حبيتها كتير عن مزارع كبير في العمر، مر سايح في قرية سياحية في بين المزارع، وشاف مزارع قاعد على حفة صخرة هيك وعم بيمضغ في التوباكو تاعه. هدول شكله عنا هنا في هيوستن. فقريت القصة حبيت أشارككم فيها. وقاعد عم بقول له الشخص، بقول له كيف الدنيا ماشي معك؟ السايح بيسأل هذا المزارع. قال له محتملة كويسة، كان عندي شوية شجرة أقصه، لكن إجا الهوريكين وخلع لي إياه كله وريحني من من عناء هالقصة الشجر. قال له طيب وإيش، طب أنت إيش عم تعمل؟ قال له بصدق كنت بدي لازم أحرقهم، بس إجا اللايتنينج حرق لي إياهم كلهم، ونشكر الله ريحني من حرقهم، حتى حرقهم بأرضهم منخليهم يضلوا سمات في الأرض. قال له طب أنت شو عم تعمل هلأ؟ قال له عم بستنى هز أرضية تيجي تطلع لي البطاطا من تحت الأرض. ليش ضحكتوا؟ يعني الموضوع محزن، محزن صدقوني، محزن. بس للأسف مرات هاد بيكون حالنا، نستنى شيء حدا يعمل شيء يصير بعدين نتحرك. كتير من الناس، سوري أحكي بهت، معلش أنا زي ما بقول في مصر أنا باكل من بيتنا، ما بخافش أقول الحق، اسمحوا لي أحكي هالكلمة هاي. كتير من العرب اللي قابلتهم هون بيحضروا في كنائس أمريكية مش كنائس عربية، لأنه ما بده يبذل مجهود يبني مع الكنيسة، بده يجي على كنيسة جاهزة، بيستنى الكنيسة لتجهز وتصير كويسة تليق بمقامه، بعدين بيشرف حضرته بنفرش له البساط الأحمر. احنا فرشين الأرض كلها أحمر عشان تيجي، نستنى شيء يصير. ما بدي أتعب، ما بدي أشتغل، بدي أجي سبكتيتور، أقعد أتمتع في الشول من عرض على المنبر، غيرونا الوعظ شوي، غيرونا، بس ما بدي أجي أبني بالكنيسة، ما بدي أكون نملة عاملة. أقولكم شغلة، واحدة من أنواع النملات الجنود، لما نملة بترفض تطلع جين غلط وبترفض تشتغل، بقصولها راسها، بقتلوها، بقصولها راسها. احنا مش رح نقص لك راسك، بس قديش المقدس العمل بالنسبة للنمل، شيء عجيب، شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. ليش في أشخاص بينتقدوا في الكنيسة؟ لأنهم ما عندهم شغل يلتهوا فيه، فبلتهوا في الناس. Trust me. Trust me. تخيل في يوم من الأيام تشوف نملة ماشي، عمرك شفت المنظر، ماسكة ورقة شجرة وماشية، وفجأة نملتين ثلاثة طلعوا فوق الشجرة، فري رايد، فري رايد هوم. عمرك بتشوف هذا المنظر؟ في كتير ناس طالعين فري رايد في الكنائس. بصلي انك ما تكون ولا واحد من هون يكون منهم.
فري رايد. الكنيسة كلها تعمل معا، الكنيسة كلها جسد المسيح، وانت عضو لازم تكون فعال، لأنه حاش أن يكون فيه عضو ميت في جسم المسيح، وإلا بيكون في الإنعاش للجسد ينعشوه من جديد. طيب أنا مش راح أطول كتير، بس بقول فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لنكل، وإن كلينا لن نحصد في وقته. بليز فسر الآيات كويس، أعطي النفي والإثبات. إن كنا لنكل سنحصد في وقته، وإن كنا نكل لن نحصد في وقته ولا فؤاد غيره. وإن حصدنا رح نلاقيه أش. النملة تعمل بإصرار بالرغم من أي معطلات، إصرار عندها persistent، يعني إصرار عجيب لا يمكن إيقافها. ما زال هناك طعام، عارفين ليش؟ لأنه إذا مش مصدقني رش لك شوية سكر، رش لك شوية سكر وشوف النمل عليه تاني يوم. النملة بتروح ماخدة هالسكر دايما، ماخدة هالسكر وبتروح فيه، بتاخد سكرة وبتروح فيها وين؟ على المستعمرة تاعتها، بتاخدها يمكن أي يوم كامل ولا ساعات ولا لتوصل للمستعمرة تاعتها، وبتروح بتقولهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. تعالوا بتجيبهم وبتيجي. لما أنت بتقعد في الاجتماع بتسمع حلو، كلمة حلوة من الرب وتشجيع حلو من الرب، اطلع برا قلهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. بس مش هتقولهم ذوقوا وانظروا وحياتك عم بتقول ابعد عني. ذوقوا وانظروا، اللي استطعم الرب ما بيقدر يسكت. في معقول في ام في الدنيا بتعمل طبخه حلوه بتاخدها لها بتخبيها عن اولادها بتعطيهم الطبخه البايته؟ يمكن انا اعملها بس سهير ما بتعملها. لا طبعا انا ما راح اعملها. اذا انت دقت الرب روح برا كون بركه للناس. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. تستمر حتى في وقت الخطر، لا تبالي بالخطر. كثير من المسيحيين بيقولوا انا مش قادر ما بدي اخدم لاني مش قادر، اي كانت. هذا النوع من الاتيتيود كلف شعب الرب 40 سنه في البريه. هذا الاتيتيود اي كانت كلف شعب الرب 40 سنه في البريه. اطلعوا لجبل حريب يا جماعه، وي كانت، ما بنقدر. طب تعالوا امشوا تذمر في طول الوقت، وي كانت. 40 سنه في البريه مشوا بسبب هذا الاتيتيود، هذا الموقف القلبي. لكن الرب يحول اليوم لا أستطيع إلى أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. دير بالك أنت ما بتشتل لحالك، أنت ما بتعتمد على الأبليتيز تاعتك، أنت تستخدم الأبليتيز ولكنك تعتمد على قوة روح الله اللي فيك اللي بتحركك. النمل بيمشي تحت تأثير الجوع، نحن بنمشي تحت تأثير روح الله اللي فينا. الله مش سايبك لحالك ولا كلا روح دبر حالك، الله ماشي معك في الطريق بيساعدك، بس انت انوي انوي وشوف شو بيسوي. انوي، خد قرار، خد قرار في اول هالسنة، بدي اكون نملة، بدي اكون عضو في جسد المسيح حتى لو عضو صغير، مش عضو انر اوريجن، مش اشي مبين زي العيون ولا، بدي اكون شيء، بدي اكون فعال في جسد المسيح. شوف الله شو راح يعمل منك. بقول لك يعطيك كرامة أفضل، يعطيك كرامة أكثر. أمين؟ ما بدي أطول عليكم. بتعمل رغم الخطر. بتعرفوا النملات شو بيعملوا لما بيمشوا. قلت لكم لما بيكونوا ماشيين في ما حدا بوقف قدامهم، بيكونوا سرب كبير. شفت فيديوهات عن نمل قابل جدول صغير من المي، شو سيسوي النمل اذا دخل في المي؟ بيغرق، بيروح. حفروا نفق من تحت الجدول وطلعوا من الناحيه الثانيه. مش معقول، ما بوقفهم شيء. سرب تاني برضه شفته من النمل، كان اكبر شوي وفيري اكريسيف واكبر شوي، قدام نهر صغير. تعرف شو سوى؟ عملوا بعض زي
مسكوا في بعض، كلبوا بعض هيك بالعراقي، كلبوا مسكوا بعض هيك وعملوا طابة طابة مع بعض، وقعدوا يتدحرجوا في المي لغاية لما وصلوا مكان في الضفة الثانية عشان يروحوا يبنوا مستعمرتهم. إشي عجيب، ما عندهم إحساس بالخطر، أو عندهم إحساس بالخطر بس ما بيهمهم. شوفوا شو بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ وكما هو مكتوب، مش عارف إذا بقدر أقرأ الآية هاي ولا لا، مش عارف إذا بعرف أقراها ولا لا، مش عارف إذا بكون صادق فيها إذا أريدها. إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يا رب ما تكون حبر على ورق الآية، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإنني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى إن وجدت تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. هذا هو القرار، هذا هو التصميم، هذا تصميم النملة. هل هو تصميمي؟ آخر شيء بدي أقول لكم إياه في طرق النملة في عملها: النملة لها غاية محددة، واللي هي غاية واحدة للنملة، اللي هي المملكة والملكة. غاية واحدة، one purpose. في أقول لكم بس مثل صغير ونحكي آخر نقطة ونخلص. في نوع من النمل اسمه the shining slave maker. Shining slave maker، هدول شو بيعملوا؟ بيدخلوا بتسللوا لونهم، شكله لونهم شايني شوي، فبتغير ألوانه أو بيخدع النمل الثاني، المعسكرات الثانية من النمل، وبيدخل معسكراته وبسرق الشرنقات تاعتهم، بياخدهم وين؟ عنده. وأول ما يفقسوا بيصيروا تبعين المملكة. هدول أقوياء جدا وشاطرين، بس تعرف شو عنده مشكلة؟ إذا رميته في 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 صحن كله سكر بيموت من الجوع، بعرف شو طعمه حاله. لازم يطعمون النملات التانين. تعود على حياة الرخاء. تخيلوا هالأشياء تعلمتها من شيء عجيب حقيقي، شيء عجيب. ربنا شو عجيب، تعلم على السهولة والرخاء. ترميه في صحن سكر ما بيموت من الجوع، لازم حدا يطعميه بالرغم من عنده أبليتي ثانية. بس تخيلوا حياة الرخاء كيف. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعابكم ليس باطلا. اشتغل، أنفض حياة الرخاء. حكينا عن طرق النملة في عملها، بدنا نحكي بإيجاز بسرعة طرق النملة في حكمتها. عندها شغلتين تهتم في يومها وتتحضر للشتاء. تهتم: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، لا تعطني فقرا ولا غنى، أعطني خبز فريضتي. بيهتم في اليوم. الرب يسوع قالها لمرثا، قال لمرثا أنت تهتمين وتضطربين لأمور كثيرة، الحاجة إلى واحد. إخوتي أكثر من 70%، وهي إحصائية، 77% من اهتماماتنا غير ضرورية، نستطيع أن نعيش بدونها، بس ما أخذ كل وقتنا، ما أخذ 77% من وقتنا اهتمامات غير ضرورية. ما بعرف شو هي، هذا average، إحصائية average. الحاجة إلى واحد، نهتم بأمور مهمة يمكن البعض منا، لكن بننسى الأهم، بننسى الأهم. خليك عيش كل يوم بيومه. بس شو بتتحضر للشتاء؟ النمل بيآمن إنه في شتاء قادم، وعلى فكرة بيستشعره. كيميكالز عنده، قرون الاستشعار اللي عنده والكيميكالز اللي في جسمه اللي بتواصل فيها مع النمل التاني، بيستشعر
إمتى الشتاء قادم، قديش بده وقت، وبيحسب وبيعمل كالكوليشن معين وبيعرف قديش بدهم شغل وإمتى بدهم يوقفوا الشغل ويدخلوا يتخبوا في الشتاء وين. كالكوليشن عجيب. بيأمن إنه الشتاء قادم فبيتحضر للشتاء. أخوي أختي إحنا عايشين هلا في الشمس في النهار، لكن يوم رح يجي الظلام، هل أنت مستعد للشتاء؟ شو بتعمل؟ شو يمكن عم تهتم في يومك؟ طب شو عم تعمل للشتاء؟ شو الأمور وقتك؟ قديش بتصرف من وقتك على يومك وقديش بتصرف من وقتك على شتاك القادم؟ إذا كنت ضايع في العالم ولسه مش عارف المسيح، شو عم بتسوي؟ معقول تطلع النملة أحكم منك؟ عيبة، صدقوني عيبة. أنت تاج خليقة الله، احكم أمرك، احسمه. شو بتستنى؟ وإذا كنت مؤمن متراخي مش عارف شو أحكي، مش عارف شو أحكي لك، مستعيب أقول لك، مستعيبها مني تطلع. هل أنت جاهز لتقف أمام الله بلا خجل، أمام المسيح بلا خجل؟ اسأل نفسك قديش بقضي وقت على حالي وقديش بقضي وقت للرب، سوري قديش بصرف على حالي وقديش بصرف للرب، قديش بشتغل لحالي وقديش بشتغل للرب، قديش بستخدم من مواهبي وإمكانياتي لإلي لمملكتي وقديش بشتغل لمملكة الله. هون بتقرر تعرف، افرز الموضوع واعرف، احسب النفقة، قرر. مين أنا لأقول لك أنا أضعف منك؟ تذكر دائما، تأمل طرقها وكن حكيما. تعالوا نصلي. راح أطلب من الدكتور عصام يصلينا. يا رب نشكرك في هذا الصباح لأنك ذكرتنا يا رب إن كنت هكذا تهتم في خليقتك المادية، في هذه الخليقة التي أنت خلقتها يا رب وأبدعتها. ذكرتنا يا رب كم تهتم أيضا في خليقتك الجديدة التي هي نحن. شاكرينك يا رب لأجل إبداعك، ولكن أيضا لأجل نعمتك ولأجل محبتك. يا رب ساعدنا في هذه الأيام أن نكون يا رب مثل نظهر إبداعك، لأن نحن عمل يديك، مخلوقين يا رب لأعمال صالحة سبق أنك أنت أعددتها لنا. ساعدنا أن نكون فعلا خليقتك الجديدة التي تعكس يا رب إبداعك ومحبتك ونعمتك. نتعلم من حكمة النملة ومن خليقتك يا رب الموجودة في هذا العالم، لأن الكل لك أيها الرب يسوع المسيح وبك قد خلق. فيا رب في هذا الصباح اخلق فينا قلبا نقيا، اخلق فيا يا الله وروحا مستقيمة جدد في داخلي. نصرخ إليك أيها الرب إن كنت أنت صنعت فينا يا رب عمل عظيم وخلقتنا من جديد يا رب، اجعلنا أن نعيش على هذا المستوى العالي الذي أنت تطلبه منا. اجعل في حياتنا أن لا يكون هناك أشياء تعيق أن تظهر خليقتك الجديدة في وسط هذا العالم بضوءها وبنورها وبلمعانها. يا رب طهرنا من جديد وملأنا من روحك، اجعل أن نحيا يا رب بصورة هذا الإنسان الجديد المخلوق في البر وقداسة الحق. ساعدنا أن نتأمل ونتعلم من كل هذه الأمور التي ذكرتها كيف نحيا بثبات وبحكمة وبنعمة، كيف نخدم بعضنا البعض، كيف نتحرك كجسد واحد، أعضاء كثيرة متنوعة ولكن جسد واحد، وكيف نكون تحت سيطرة الرأس الذي هو أنت. نعم يا سيدي طهرنا من جديد، اجعل هذه السنة تكون بداية جديدة وتظهر خليقتك الجديدة يا رب فينا، فيقول الناس أن هؤلاء هم خليقة جديدة في المسيح، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ألهبنا في روحك في هذا الصباح، إن كانت هناك نفس متعبة يا رب أتت إلى هذا المكان
متألمة حزينة، أو إن كان بعض منا في حالة من النعاس الروحي والأفكار المتشتتة، حصرنا في شخصك وذكرنا يا رب أنه في هذه الأيام الأخيرة في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. طهرنا من جديد واملأنا بروحك لمجد اسم ابن محبتك الرب يسوع المسيح الذي باسمه أيضا نصلي، آمين. Thank you.